انا رح اوصلها. احكي لي شو مالك؟ ضربوني اثنين من جوا من الملعب، ضربونا هرازي من دار دار حمايه ورعايه الفتيان. طلع المركز. فرجينا عينك، فرجينا الضربه. وليد ليس أول من تعرض للعنف داخل دار للأيتام ولن يكون الأخير، فأقرانه وشركاؤه في المعاناة كثر، تبقى قصصهم مكتومة في أجسادهم وذاكرتهم. فإذا كانت حقوق الطفل العادي ضائعة في عالمنا العربي، فكيف إذن بحقوق الأطفال المحرومين من أهلهم؟ أين الرقابة الحكومية؟ من يلاحق هذه التجاوزات؟ وكيف ننقذ هؤلاء الأطفال من عصابات متخفية خلف الواجهة الخيرية؟